قال كلام عن اللي مسوينه يا لقاء، عن تحدث عن طيران الإمارات وكذا، فصراحة كلامه كان جميل والحمد لله يبشر بالخير، وفي الحمد لله رب العالمين يعني مثل ما تقول ريال ما متشائم، متفائل، تحس بالكلام متفائل الحمد لله رب العالمين، والإمارات كذي عايش على التفاؤل، هذا التفاؤل طيب، ترى أنت ما تعيش نكد وتتشائم، وهذا بالعكس، وهاي التنمية واللي حادث في الإمارات هذا كله سبب الإقدام والتفاؤل وعدم الخوف الحمد لله رب العالمين. الواحد يوم يكون متمكن ومتفائل غير عم يكون متخاذل وخايف ما يوصل قدام. فاللهم لك الحمد والشكر. نشكر الشيخ أحمد بن سعيد على كلام الطيب اللي سمعناه البارحة، واللي فرحنا اليوم تسمع شيء يفرح كان بلادك، اللهم لك الحمد والشكر. أيوة هذا أخونا عبد الله الكعبي كان في المؤتمر الصحفي هناك، جزاه الله خير. سمعنا الله يطول لي عمرك. من الله الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم وأيضا نتواصل مع اتصالاتكم الهاتفية على هاتفنا رقم 600-551-6-10. هذا الخبر يقول طبعا الشيخ الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الفريق عفوا سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان يزور وزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يزور المصابين في حادث يوم أمس في المستشفى المركزي، جزاه الله خير، ليطمئن على صحتهم، الله يجزيه خير، وهذا ما عهدناه في سموه في أبناء زايد الكرام، جزاهم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا أخي. أبو راشد. هلا أبوي. كيف الحال؟ الله يعزك ويسلمك يا سيدي. شو أخبارك؟ اللهم لك الحمد. بغيت أشكر أنا الجوازات والجنسية. نعم. وعلى. الإقامة وشؤون الأجانب. أي نعم. في وين خالي؟ دبي. نعم. سعادة محمد أحمد المري. نعم والنعم. وأبغى أشكر بعد خالد سالمين. نعم. وجاسم أهلي. نعم. وأنا عندي مشكلة شوي في جوازات. أها. وبغيت بس مساعدة منكم يعني. نعم. أي نعم. بالنسبة لشو خالي؟ أي بالنسبة لنقل كفالة زوجتي. نقل كفالة زوجتك. أي نعم. شو فيها خالي؟ زوجتي كانت تشتغل في دائرة حكومية، هذا في مكتبة. نعم. وشركة الحين ما تبقية. زين وتبى تلغي الإقامة. زين. وقلت أنا اللي بسويه بكفله يعني. نعم. وراتبي ما يسمح يعني. نعم. وأنا الريال عندي مرض تلاسيميا بعد. أها. وما رمى سافر. نعم. بس بقيت المساعدة منك. زين صرت لهم أبوي ولا؟ هي نعم، أول مرة دخلت على حالة إنسانية رفضوهم. أها. ومرة ثانية بعد رفضوها. فبقيت أقابل المدير هناك ما قدرت. بالعكس أنا أشوف اللي عارف إن مكتبة مفتوح يقابل كل حد، جزاه الله خير. إيه نعم، أنا من يومين من تقريبا ثلاثة أيام أسير له ما خالي معلش الحين رقمك ما سجلنا، لا تبند التليفون. إيه نعم. لا هذا اتصل من الجوازات هذا. هاي حصة الشامسي من الإقامة شو لجانب دبي، هذه الآن متصلة على الخط موجودة. نعم. زين بياخذون رقمك الآن، لا تسكر أبويا، لا تسكر، بياخذون رقمك وبيعطون الإخوان وبيتواصلون ياك إن شاء الله، ما بيقصرون خالي، وبعدين تأكد إذا يتعلق شيء يتعلق بالحالات الإنسانية ما بيقصرون. يعني أنا سعادة اللواء محمد بن أحمد المري مدير إقامة شو لجانب دبي كذا مرة ذاكر بأن هناك تعليمات عليا من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي حفظه الله ورعاه بصفته رئيس للحكومة رئيس لمجلس الوزراء، قال هناك تعليمات بما يتعلق تعليمات مباشرة قال عندي أنا بما يتعلق بالحالات الإنسانية من الشيخ محمد، أيضا قال عندي تعليمات من الفريق سمو الشيخ سيب بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خاصة بما يتعلق بالخدمات الإنسانية، فجزاهم الله خير، وكثير من الحالات الإنسانية جزاهم الله خير ما يقصرون فيها، بيتواصلون ياك إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيحلون مشكلتك ما في أي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. 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 السلام عليكم. وش حالك يا أبو راشد؟ الله يعزك. طال عمرك اليوم صرت أجدد الجواز أنا الجنسية الشارجة. نعم. وشكر عندي شكر وتقدير لموظف وعندي ملاحظة بخصوص تجديد الجوازات. طال عمرك أنت أول قول وين بتبدي قبل ملاحظة ولا شكر؟ الشكر والتقدير.
زين. الموظف طال عمرك علي الشامسي. علي الشامسي والنعم فيك والله فيه. والنعم فيه طال عمرك اني حسبت المراجعين اللي يجون عندكم ما بقل عن 50. ما شاء الله ما شاء الله متواضع جدا وقمه التواضع والله طرح. ابناء الامارات كلهم كذي الحمد والله ان ابتسامته طال عمرك وصرت عنده وجزاه الله خير وسولف والله انه يسولف وحليله نعم والله قلت طال عمرك بغيت اسمك قال لي حقه قلت والله طال عمرك اني بشكرك انا لابد اني اشكرك الملاحظه الثانيه يا ابو راشد بن ساحور الدكتور ما مقصر طال عمرك كونترات تسع كونترات موجوده هنا نعم الحين اللي بيجيب 9 جوازات 10 جوازات يحطوا لك كونتر معين واللي عنده طال عمرك جواز واحد يحطوا لك كونتر معين يعني للمعاملات الفرديه يكون روحه والمعاملات الجماعيه يكون روحه اي والله الحين حن تري انا عندي جواز واحد نعم وتري هذاك عنده 9 10 جوازات نعم فاتمنى هاي الملاحظه بس يعني 9 كونترات موجوده هنا وهذا يا محلي ما مقصر علي الشامسي والنعم فيه والله اني وصلت عندي وما يعني كل حد يضحك وياه نعم. هذا الشخص قلت اني لابد اني اشكره الله يجزيك خير والله يجزيك خير بعد طال عمرك براشد يقدمون خدمات لابد ان نشكرهم نعم. من يزرع المعروف يحصد الشكر طال عمرك نعم صحيح والله يستاهل صحيح. يستاهل والله نعم. وجزاكم الله خير وشكر لكم انتم يا براشد الله يجزيك خير والله ان ما تقصرون لا بالعكس واصلين معانا ومع الدوائر الحكوميه واجبنا يا طويل العمر واجبنا انتم بيننا وبينكم الله يسلمكم شكر تقدير لك يا براشد الله يعزك مشكور يا مشكور حبيبي مشكور جزاك الله مشكور حبيبي يا اهلا وسهلا يا عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الو السلام عليكم براشد يا اهلا وسهلا وش حالك بخير براشد الله يطول لي عمرك شوف ابو راشد انا طال عمرك انا اتعالج حاله نفسيه عندي وتعالج وعندي عيال 4 مساكين والبلاد احنا بس منطقه المسافي نعم اي نعم اتعالج هنا وعندي 3 عيال وش يسموه ما حد يطيع ودين دبي عشان العلاج اي مستشفى تتعالج انا في خرفكان محول مخرفكان لما محول خرفكان بسير دبي اتعالج دبي اها زين عم تعبان يا اخوي بس يو بس هذا المساكين بعد ما يعني ما اعطى انا كنت من زمان في الجيش مفنش اي والله بس عيالي مساكين بيتبهدلوا عقب اذا ما اعطيتهم شيء ولا بس لو حد يسمعني وهذا مساكين وقدمت لهم ما شؤون قدمت لهم هناك بس الحين ما ياني رد ولا ياني ولا اسكان ساكن بيت ابوي الاولي قبل ايام محمد من هو راهي من مكتوم راشد بن سعيد الله يرحمه هيه راهي بن سعيد نعم نعم والله سبحان الله اذكرك ورديت على التلفون سبحان الله نعم وكذا حالتي يعني احنا منطقه مسافي هنا مسافي وبيتي قديم بيتي خلاص ما بيتي بعد بيت وراثه الشيبه توفى الله يرحمه بالسري نعم اي والله تيمل يا اخوي وشوفهم الله يخليك شوف الاسكان وحد يوديني مستشفى بس مستشفى معلش انت تبغي تشير المستشفى تعالج اي اي بتعالج نفسيه انا عندي حاله نفسيه بتعالج بس طالب طيب في المستشفى وش يسمون يشوفوا عيالي بس عيالي مساكين ما عندهم شيء والله العظيم ما عندهم شيء ما من يكد عليهم ما حد يكد عليهم الا انا كنت اطلع البحر قبل اطلع البحر زين وبعطيهم 2000 كل طلعت بس شو عقب جت الحاله النفسيه وما احنا تعالج ومساكين ما محصلين شيء هذه الفقره انا بعد هاي مسكينه وافده عندي بعد ما مواطنه هي وتيمل الله يطول عمرك فالك طيب فالك طيب وتيمل وشو يسموه خلى حد يوديني المستشفى بس قلت اتصل لاخوي اخوي يقول لي انا ما بوديك انت ايه بتم تسوي كذا نعم ايه الحين الاخوان ما ينفعوا يا اخوي والله العظيم الاخوان ما ينفعوك بشيء نعم لا ما بك ما بكلم ما بكلم لا حد لا ما بكلم ما بكلم في ناس بالعكس يا طويل العمر في ناس لامين اهلهم كلهم واخوانهم ومتعاضدين ويتحابون وهذا يشل هذا وايدين الحمد لله رب العالمين وفي ناس لا على حسب ولكن في ناس الحمد لله رب العالمين في ناس الحين نعرفهم وكذا بالعكس انا اعرف ريال شال اهله كلهم وايد غير وغير وايدين هذا غيرهم ويتحبون وهذا يعطف على هذا وهذا يشل هذا واذا نعم واقفين مع بعض ولكن الحد من الواد بعد اذا خليت خربت ترى عالجوني في الدكتور عند النفساني شوي بس بتعالج
قبرد أباهم يودوني الدكتور لساني في دبي. حد أي واحد هذا أنا ريال والدبلاد هنا من السنين أول البيوت القديمة هنا. كم عمرك أنت؟ أنا عمري 35. ما أنت صغير كيف ليش فنشت من الجيش؟ ما فنشت أبو راشد، فنشوني هم فنشوني من الحالة النفسية اللي فيني. ما ليش مع احترامك الحالة النفسية الجيش ما يفنشك يعطيك تقاعد. أي معلش الحالة النفسية ها ألو الحالة النفسية طويل العمر معلش إذا مريض الجيش يعطيك تقاعد ما يفنشك. الجيش يعطيك تقاعد براي بس أول قبل ترى نحن بطلة اللي فينا هاي المشكلة. إيه الجيش ما يفنش الجيش يعطي التقاعد طويل العمر. بس أنا حين لا صدق والله العظيم إن صدقت إن حين شو أنا حين ساير بتعالج بس اللهم اللي يعالجوني وأبهم اللي بسمعني ويكدوا على عيالي. تأخذ علاج أنت الآن تأخذ حبوب؟ إيه حبوب أخذ أنا أعطوني حبوب دكتور أعطاني حبوب وأخذ حبوب بس رحم الله والديك ويرحم والديك إن شاء الله بس تجمل بعيالي وشوفهم وشي لا رب العالمين يشوفهم ما تشوفهم أنت تبعد إنسان بشر لشرواتي فالك طيب شوف عيالي وشي سموا أنا هيك اليوم شفتي جنية إلا جنية خلط زين يا المعلي قولي شو سالفة الجنية سالفة الجنية هي زين. ما حد يصدقني والله زين ما صدق قول لي سالفة الجنية شوي شوي بس زين شو سالفة الجنية والله خلي الدنيا كلها تسمع زين. سالفة الجنية طال عمرك هنا بيت الشيب الله يرحمه هاي بيته قديم ما من سنين أيام راشد هم راهي مكتوب الشيخ راشد بن سعيد نعم هي من سنين قبل هنا وشفت الجنية أنا والله العظيم شفتها بعيني وأنا ما بكذب صدق والله العظيم ما بكذب زين وين شفته وين أنا تعرف وين شفته ترى كنت هنا ساير بيت الشيبة هنا غرفة الشيبة الشيبة قبل بن حسين كان سمعت عنه كان تعرفه زين بن حسين قبل مسافة هنا وين كان معروف نعم بن معروف نعم هو بن حسين هو صفعني ما صفعني إني بس شفته بس بحد يعرف شفت جني ولا جنية لا جنية شفته يا الله شو شكله والله يخوف الصراحة لو شفته أبو راشد لو يخوف نعم لو شفته ما بسكر أنا أبو راشد هذا شو معروف رأي سوالف رأي شو هذا شو لابسه هي ما لابسه شيء طال عمرك شكلها روع ها مفسخة لا 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 لا, لا. عند يارنا أول شيء عند يارنا جايين كذا زين شفتهم نعم عند يارنا قبل هذا بيت إيران هنا عبد الله قام عبد الله ما علي خلي برايا خلي سولف فيها أبو راشد خلين ريا طيب مسكين خلي سولف فيها زين وشفت طال عمرك شوف وين عند البيت هنا وهي أنا كنت يوم صغير ما بصغير بعد إني كنت بس يوم جاية لابسين عبا شوف هذا الروع يسموه الروع غير والجني غير زين أنت شفت روع ما شفت جني لا شفت الروع وشفت الجني طبعا ها شايف الاثنين ما شاء الله عليك شامبو اثنين بواحد زين هي شايف انها بعيني ما بكذب والله لا زين ويلي كي لك فخذت كل جنية ولا لا هي جنية طال عمرك ما هي زين ها مسلمين ها مسلمة الحمد لله رب العالمين يا ريال بانيان رأي البحر هليلة لا مسلمين هليلة ها ما بانياني زين الحمد لله ما طلعت بانيان ما فيها نقطة في رأسها حمرة خلى سولف فيها أبو راشد مسكين خلى سولف منو هذا حين يبي يقطع حديثنا هذا هو يبي تقطع عن الرمسة منو هذا لا عيالي محرقين ترى ليش محرقين خلنا نسولف زين ما عليك زين الحين انا واصل وين ما اكذب عليك الحين بيت الشيبه هنا البيت بن حسين هي نعم زين ابوي حياه ابوي فيه كان زيارين فيه هذا ها او يعالج الناس بس ما شاء الله ما يعالج الناس يعني كله برب العالمين زين المهم يتسبب يعني متسبب يقرا عليهم وكذي وهذا هي نعم صح زين نعم تعرف علي ابوي معروف بن حسين افا عليك معروف مسافي كله معروف ما شاء الله عليك تعرف حياة أبوي أعرف الجن الحمد لله رب العالمين ما عرفتني أنا من وبعد حركة الضاحية لا حركة لا ها أنت اللي حارق الضاحية لا ما حركت الضاحية بلا أنت اللي حارق الضاحية الحين الأوادم كلها تسمعنا أنت اللي حارق الضاحية لا ما حد يسمعنا كلام بيني وبينك هذا لا كيف أنت منو حينه كلام بيني وبينك ما حد يسمعنا
هي ابو راشد هذا هي هاي بسلم عليك بس الله يخليك تيمله من عيوني خلاص. اسمعني زي ما قلت لي من واسمك انت؟ انا اسمي سعيد محمد. سعيد بن محمد ابو عسكور. اسمعني ابو عسكور، انت من وحينا تبى تعالج ولا ما تبى تعالج انت؟ هي بس يا دكتور بتعالج انا ما تبى تعالج انت تبى تعالج ولا عشان الحبوب بتشيل دكتور؟ لا والله انا بتعالج عشان عشان الحبوب بس يا دكتور. لا لا والله انا انسان مضروب وعندي ضربه يني فيني، بس الله يخليكم رحم الله والديكم والدول، بس تجملوا بعيالي واعطوهم هذا مساكين وش يسموه، انا عندي ضربه يني ضربني يني. لا لا ما فضحت حد، صح اتكلم انا شايف اني روح بعيني. الو قطع لا ما قطع اسمعك لا بقطع اليوم. زين انزين بعسكور حياه ابوي قبل بخبرك عنه صدق حياه زين. يوم سايرين الضاحيه هنا هو حياه سبيت الله يرحمه اللي الله يرحمه. سبيت توفى؟ هي توفى الله يرحمه. متى؟ انا شال لنا روحي في الموتر الله يرحمه مسكين. اي نعم وبس قال لي كلمه اسمع عدل، قال لي كلمه قال لي سعيد يوم صرنا انا وحياه جدك بن حسين الله يرحمه، كان قبل عندهم ين عندهم هذا وهم ياسين حياة مسكين حياة جدي كان يصلي مسكين كان يصلي وسبحان الله يتم صينية من عيش ولحم وهم استعيلوا كله حياة أبوي متوفي الله يرحمه الله يرحمه. نعم أنت حين أنت منو؟ إيه أبو راشد هذا صح؟ إيه هو هذا مسكين أبو راشد. زين تتجمل الله يرحم والديك وخلى حد يجيني هنا في مسافة وديني مستشفى حق العلاج. زين أنا بيك مسافر. لا أخواني ما حد أخواني ما بس على اللي يسمع يسمع كل الدنيا. أنا بيك مسافر. هو بيجينا مسكين مسافر. زين. أنا بيك مسافر. زين براي ما في نأخرك يا أخوي. لا ما عندي ما عندي شيء عادي ما عندي مشكلة. إيه أبو راشد ما شاء الله عليه معروف أبو راشد وشو يسموه وتجمل فيهم مساكين. زين ما خبرتني شو قالك سبيت الله يرحمه. ايه سبيت ايه صدق زين يوم مرينا قال انا خذيت رطبه. زين قال هاي رطبه ما هي طعم يسموه طعم. زين اذا هاي رطبه قال انا استغربت كيف حياه يدك من حسين ياب رطبه يعني ياب انا استغرب سبحان الله وحياه يدي وابوي معروفين كانوا قبل نعم. شديدين ما شاء الله حتى انهم هذا بس مشكلتهم ياكلوا السمك بعوال وسحناه كلهم ياكلون سمك وعوال وسحلاه منو ما ياكل هاي الحين ما حد ياكل الحين الحين لا ليش شهون ياكلون مزه الحين مزه الحين بس احنا ولا سحنا مساكين قبل ياكلوا واللحم يتيبس يحطوا فيه ملح ويحطوا فيه هذا ويتيبس الملح بس الحين مشكله القلوب تغيرت القلوب تغيرت الحين تقليد كله تقليد اي والله صدق زين إيه. القلوب صينيه استوت نعم القلوب نعم تغيرت ما إيه. الحين القلوب تغيرت كلها من الصين القلوب الحين شو نسوي الله يعيننا وين براشد من الصين القلوب الحين حتى انت بعسكور قال اخاف قلبك صيني يا بعسكور لا لا والله العظيم بصيني اصلي اكيد مال مسافي ايه نعم ود بلاد وعارف ما بصيني يعني لا قلبك اقصد انا قلبك ما بصيني انا ما افكر براشد بس اللي اقول لك اللي شفته صدق شفنا بعيني شفت اليني وشفت هاي سالفه صدق الروع واليني ايه الروع واليني هذا صدق والله العظيم ما كذبت فيها لا صادق يا بعسكور صادق نعم هذا روحي شافنا بيت عيره الشيبه هنا وين وقديم البيت البيت من سنين قبل 30 سنه دي ما قالت لك شيء الجنيه ولا لا هي شو هي تخاف يوم دخلت عليها هي روحي تخاف مني ها يوم دخلت عليها خافت منك روحي خافت مني وديك منو قدك يا ابو عسكور الجني تروعون منك لا لا يخافون مني انا اسير اوصل يدك بن حسين لازم يخافون منك قالوا هاي يد بن حسين اسمعني يدك كان يضربهم يظهرهم من الناس وهذا تروعون مني نعم قالوا هذا حفيده مثلي نعم ايه. وكنت اطلع في الضاحيه والله العظيم في الليل زين اسير الضاحيه انها كلها يبل هنا عندنا احنا الضواحي عندنا زين واوصل الضاحيه بروحي وايل السناك بس مشكلتي وحده ان حركت العزبه بس هذه كيف حركت خبرني الله يخليك شو حركت الضاحيه
اخوي ما طايع يعطيني المفتاح، وانا حاله نفسيه عندي كانت حركت الضحي. ايه حركته نعم، الواحد ما يعطيك الموتر ما يعطيك شيء، وحالة عندك حالة غير طبيعية. فنان بعسكور والله. ايه انا رأي سوالف، احب سوالف احب الحد. بعسكور ها ذيك يوم ال لا حين حاليا حولني مستشفى. بل لا ما احولك مستشفى، هاكي انا اصبر شوي علي. اكيد بتوديني مستشفى. وديك مستشفى. وديك المستشفى. وديك بس شرط وديك تعالج. وديك المستشفى. قول لي هو شو توتر مس. قول لي عن الين. شو تبع عن الين؟ خبرني انا بخبرك عن الين. شو الين؟ شو الين؟ هو انا بخبرك عن الين. الين هم انت ما تشوفهم صح ولا احد يشوف، بس انا اقدر اشوفهم الين واشوف القطوه واعطي للحمام حب واعطيهم هذا. تشوف القطوه بعد؟ هي قطوة سوية. لا لا لا, لا مستحيل. لا والله العظيم شو القطوة، القطوة فيها مسكونة. آه القطوة مسكونة فيها ين. ما فينا أخرك أبو راشد. لا لا عادي ما عندي شيء اليوم. بس هاي المدرسة الساعة زعلان الحين. المدرسة الساعة 3 ما عندي مشكلة. هي المدرسة؟ هي شو خص المدرسة الحين بالموضوع هذا؟ ترى المدرسة يطلعون عيالي من المدرسة رسايبهم من المدرسة الساعة 3. هي أنت أبو راشد مسكين. مدرسة عياله عنده بعد هاي له بعد مدرسة عيالي لين الحين ما هيو مساكين. عيالك كم عيال كم العيال شو من العيال عندك بعسكور؟ عندي 3 أنا. 3 أولاد ولا بنات؟ لا عندي 2 بنت وواحد ولد عندي مسكين فقير. 2 بنت وواحد. منو أكبر؟ ما داوم عندي شهادة. منو أكبر البنات ولا الأولاد ولا الولد؟ لا لا عندي واحد ولد ما شاء الله عليه وعندي 2. البنت الولد منو اسمه؟ ايه بس ما شاء الله عليه ابوي حياة ابوي جايب 20 واحد. الولد منو اسمه؟ محمد اسمه. محمد يعني ابو محمد انت؟ ايه ابو محمد. والبنات منو اساميهن؟ سارو وهذاك الثاني صغير ما ادري شو اسمها في المدرسة. عسكور ما تعرف اسمه؟ شيم شيم اسمه شيم. شيم شيم اسمه شيم. ليه تضحك براهي؟ ما تعرف اسمها سعيد؟ ابو محمد نسيت اسم بنتك منو اسمها؟ يا اخوي انا شوي متبهدل بس بتعالج في النفسيه ان شاء الله. ساره والثاني يقول لي اسمها الثاني منو؟ أنا ما اعرفها والله. الثالثه هي منو؟ ينيه. هاي ينيه اللي شفته قبل. ما بلي ينيه بنتك منو اسمها؟ هي البنت اي وحده منها ما بساره اخت ساره منو اسمها؟ ايه شو اسمها؟ ساره؟ ايه ساره اخت ساره منو اسمها انت؟ انا اسم ساره. انت وش تبن زين وش ليك عوك فيهم انت؟ بس اهم شيء عشان اعرفهم اتعرف عليهم. عم زين محمد كم عمري؟ انت عمرك يمكن 45 سنة. محمد ما بنا محمد. اه ايه محمد عمره 9 سنوات. محمد وساره كم عمره؟ ساره كم عمرها؟ 3 سنوات. هي سارة 3 سنوات وشيمة 3 سنوات. هي 3 سنوات. هاي لا توأم؟ لا 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 هاي وحدة صغيرة. هاي وحدة صغيرة. وحدة 3 سنوات والثانية كم؟ وحدة 8 سنوات. برأيهم. لا لا ما بجي اسمعني عاد اسمعني انت. اسمعني شوي ابو محمد. انا عصبي مشكلتي شوي خلاص. لا هدي اعصابك ابو محمد هدي اعصابك. بجيب لك ياي مهدي هدي اعصابك. انا بجيك يوم الخميس ترى. زين كيف يوم الخميس انا بسير مستشفى وتلاحقوا علي في المستشفى وكم تودون المستشفى؟ زين اصبر بيك يوم الخميس قبل عقب بوديك المستشفى تفهم وياك قبل. زين قلت لي ساره عمرها 3 سنوات. هي مساكين فقره يا ريال. زين اصبر عاد الحين انت الحين زين شوي شوي الحين محمد عمره 9. هي محمد 9 وكم هذا كم هاي شيمة 8 وهذيك كم عمرها؟ ثلاث سنوات عمرها. سارة عمرها 3 سنوات وشيمة 8 سنوات ومحمد 9 سنوات. هي 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 بس لا لا تفضحنا احنا ما نداني فضيحة. لا لا ما شي فضايح. ليش ما فيها شيء؟ أسامي عيالي. أنا ولد من حسين محمد من سنين قبل. والنعم فيه والنعم. محمد قبل هنا في المسافة المطلقة. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. إيه نعم. وإحنا الحمد لله يعني ما أذينا أحد ولا قلنا لأحد شيء. لا لا ناس طيبين يا أخي أنتوا ناس طيبين كلكم في مسافي ناس طيبين. نعم. والنعم فيكم. إيه نعم صدق ناس طيبين في مسافي والحمد لله يعني بيكرم فيهم هذا.
زين. بس ابو راشد الله 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 بالعيال وثاني مستشفى قدام المستشفى. فالك طيب فالك طيب. ايه وعشان سالت لي النيه في عمرك شت النيه؟ لا لا ان شاء الله ما شاء الله ما اشوف الحين شو الوادم جن وايدين كل يوم نشوف جن. ايه صدق ذا الوادم هم جن. هاي سبب المشكله هاي العوق. نعم ما الحين ما بالعوق من يني ولا من الشيطان، العوق من بني ادم. هم الجن الحين بني ادمين الجن يا. ايه نعم صدق هم العوق منهم تراهم لا يساعد اخوهم ولا احد يوقف عندهم اللي عقب في السجن ولا. خلاص ابراهيم ما نتكلم يا اخوي انت بعد ما اخلص ودي اسولف اسولف وياك لين باكر بس طلع زين. وانا عرفتك انا ما عرفتك الا اعرفك اول ما عرفت الا اسمع زين. زين ابو محمد ها ابوي بسيرك تليفون زين اكيد ابو ايه ان شاء الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله. ومال اسكان الله يرحمه هذا مال اسكان ان شاء الله بشوف بس مال اسكان ما تعرف مال اسكان ما عندي لكن شيوخنا ما مقصرين شيوخنا طيبين الحمد لله الحمد لله لا ما بقصر. انت خلنا نخلص قبل ابو محمد ابو محمد لحظه خلي اللي بيسمع اتصلت لحمد بن محمد الشيخ اتصلت السكرتيريه قالت لي لا ما شو يسموه هذا انا ما مرمس بعد شو يسموه قالت لي صبر شويه طويل العمر ما موجود صح باحترام قالت لي طويل العمر ما موجود بس انت صبر شويه واحنا منطرش اوراقك اوراق مساعده ماليه نعم. ليش انا مفنش من الجيش اول ما مفنش من الجيش صح غلط لا ما يقصر جزاه الله خير الشيخ محمد جزاه الشيخ محمد شيخ حمد وولده محمد بعد ما يقصرون جزاه الله خير خلي قدمه مساعده حق عيالي ما يقصر انت خالي اسمعني بوديك المستشفى وعيالك ما يهمك حاضرين بعد زين؟ انا ودوني مستشفى بس عيالي شوف عيالك ما يهمك حاضرين فالك طيب قلت لك انا بس مستشفى بس اتنوم شويه يعطوني بر زين بس. ان شاء الله ان شاء الله الله يطول عمرك ابراهيم ما اكون اخرناك لا ما اخرتني حبيبي ما اخرت زين انا اسمع الناس يتكلموا عليك وما ارضى عليها ولا بس خلاص الله يخليك ما تقصر جزاك الله خير مشكور احنا ابراهيم لا حبيبي على شو بالعكس عن الين ها ايه تعب اخبرك عن سالفه الين مره واحده يوم طايف انا وحياه بن حياه بن ابو لا حياه الدين متوفي الله يرحمه زين يلسن في الضاحيه وانا ابوي ياسين مساكين ونطبخ على الحطب قبل مو على هذا على الحطب والله العظيم يعني ما بعمري كبير حينه بس انا عايش العصر الماضي يعني هي كذا عايش الماضي شو يسموا هالبنغالية حرامية يا رجال سرقوا عني فلوسي كلها بالتالاف بنغالية سرقوا عني فلوسي الحين زي ابشرك منعوهم ما يدخلونهم البلاد زين احسن فكاك منهم دخيلك رحم الله والديك فكونا منهم بس مسوي لي دكان والله ما مقصر وياه اطلع البحر واعطيه سمك واعطيه هذا بعدنا ما فيهم خير واخر شيء سرق ما فيهم خير والله العظيم ما فيهم خير بنغالية صدق اتكلم كلام الحق والله العظيم ما فيهم خير انا اعطيكم سمك واعطيكم فلوس و3000 ومساعدنكم فهذا بس بعدنا ابو راشد ابو راشد رايح سوالف يعرف هاي السوالف زين يا خالي عاد الحين خلص برنامجنا اسمح لنا الحين بخلص انا خلاص انا انتهيت بعد بسألك تليفون زين بوي زين وين رقم زين كيف بسوي لي تليفون ورقم ما كيف موجود رقمك موجود وين موجود عندنا كمبيوتر اول شيء 191 رقمك ولا على هواك هذا انت عندنا كاشف مركبين على البليد اقول لك حولني مستشفى بس رحم الله والديك ان شاء الله ان شاء الله بس حولوني مستشفى ان شاء الله او عيالي شوفوهم عدل بس شوفوا عيالي فالك طيب انا ما بشيء ثاني عيالك في عيوني فالك طيب الله يطول عمرك ابو راشد وقي والله العظيم انا اسولف وياك عن الين وعن سوالف عن اليبل وانا محمد يوم صرنا اليبل هوك صعدنا بس الحين مشكله يابني الدوب ما يابني الدوب هو بس تعبت يعني شيء ما ادري ما مشكله ان شاء الله يوم بني بنسولف وياك ان شاء الله يوم بي مسكين يقول بيسولف وياي مسكين ابو راشد ابو راشد ريال طيب مسكين حياك الله يا وسامحنا سامحنا لا تحطيها في خاطرك الله يسلمك لا ما شيء في خاطري لا تحطيها في خاطرك لا ما حط شيء في خاطري ان شاء الله الا شيء احط في خاطري شيء زين
هي شيء زين صح صح. نعم. أنا بعد نفس الشيء الله يسلمك. خاطري أحط شيء زين. نعم صح. الله يسلمك. أنا بس ودوني مستشفى قال حد من أخواني ما فيهم خير ما حد يوديني مستشفى. الخير في البقر يا. هي والله خير في البقر. البقر يعطيك حليب والله يعزك بتحصل منه حق الزراعة. حياك الله يا معسكور. تجمل تجمل يا أخوي. حياك الله إن شاء الله فالك طيب. استأنسنا بسمع صوتك معسكور. الشيخ وهذا برايهم اللي بيسمع بيسمع. أنا ما خايف. خايف من منو؟ لا أنت في الإمارات. أنت في الإمارات لا تخاف. اي والله في الامارات صح في الإمارات. انت في الامارات ما دامك ابو محمد. ما مقصره يا ابو راشد. ابو محمد ارفع راسك ولا تخاف انت في الامارات حبيبي. الحمد لله. واحد ما لا ما يفتخر بعمره يا ابو راشد. بس شو واحد بعد احنا دوله الامارات مساعده كل مكان في مصر الحمد لله في سوريا الحمد لله في فلسطين الحمد لله. شيخنا ما مقصرين اللهم والله العظيم هم ما مقصرين. اللهم لك اللهم لك. صح اني صح مينون. لا ما مينون ولا فيك شيء ما شاء الله عليك. مستشفى شوية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وخلاص. الشيوخنا ما مقصرين الله يجزيك. بس بطرة فينا احنا بطرة فينا. فلوس اللي بنحكي ما محصلين فلوس هاي البطرة اللي يتم عادة. اللهم لك الحمد. بس الحمد لله شيوخنا ما مقصرين الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وسلم سلم على الربع سلم عليهم هذا الله يسلم. كنت بعد رد السلام. انا برد السلام. بس ارد السلام على منو؟ على عيال سبيت. لا متوفين ما خلى في حياة سبيت الله يرحمه. ما عنده عيال مول؟ لا لا ما اخذ هندية من حيدرآباد. ما اخذ وحدة بس حيدة. ما يبنى عيال مسكين. الله يرحمه مسكين. ايه والله ما يا بس هو ما عليك منه بعد نشمي. بس مسكين بعد وشي في زيارين قبل هنا يدق هنا زار عند منطقة مسافي تحت هنا دقت زار وغيره وغيره ما تعرف. حياك الله يا ابو محمد. ابو محمد يا ابي في مال لا حبيبي سامعنا الحين انت عدل صح. بس كمل خلى واحد يجي اشوف صورتك بعد الحين. ها صورتي ايه لابس كندوره بيضة. لا لا ما لا لابس كندوره بيضة. انا لابس كندوره سودة. خلاص ابو محمد. ابو محمد ابو براشد. حياك الله حبيبي. عندي ولد اسمه محمد بعد عادي ما في مشكله. لا تحط شيء في خاطرك. لا لا قلت لك ما احط في خاطري الا الشيء الزين ان شاء الله. بس تيمل الله يخليك. فالك طيب فالك طيب. حاضرين يا ابو محمد. حاضرين حاضرين. انا يدي من حسين معروف. والنعم والنعم لا انسى معروف. والنعم فيك وفيه. نعم الله ينعم. حياك الله يا محمد. بس انا مستشفى اول ودوني مستشفى. حاضرين يا ابو عسكور. حاضرين يا ابو محمد. حاضرين. ولا بطرش لك جنية من هنا. لا 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 بطرش الله يخليك. لا اخر شيء عقب اسولف وياك قول لي بطرش لك جنية الله يخليك. اعوذ بالله. خلاص ابو محمد سامحنا يا اخوي سامحنا على طرش لي جنية حلوه ما مشكله. لا حول الله. اوكي ابوي اوكي سامحنا سامحنا. الله يسلمك. حياك الله. يا اهلا وسهلا يا عبد الرحمن. حياك الله بعسكر. نتواصل معكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام يوم غد ان شاء الله. الى ذلك الحين تقبلوا تحيات جميع الاخوه العاملين في راديو التلفزيون الامارات العربيه المتحده من عجمان. دمتم بخير وصحه وسلامه وعافيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.